أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب في الأردن. بدأت المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، وهي الدرجة الاعتيادية في مقياس طقس العرب لقياس شدة المنخفضات الجوية. كمية من الغيوم تعبر حاليا أجواء المملكة، فرصة لزخات من الأمطار تتحسن تدريجيا خلال ساعات ما بعد الظهيرة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تكون الجو غالبا غائم مع فرصة لزخات من الأمطار. كما ذكرنا الفرصة الأفضل ستكون خلال ساعات الظهيرة وما بعد الظهيرة. 12 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 12، الرطوبة مرتفعة 93%، أما الرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة. نذهب الآن وإياكم إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، إربد أيضا أجواء ماطرة 16 إلى 13، عجلون 12 إلى 12، جرش 16 إلى 13، والمفرق 16 إلى 11. المنطقة الوسطى أيضا تتأثر بتبعات هذا المنخفض الجوي، أجواء باردة وماطرة، الزرقاء 16 إلى 12، البلقاء 13 إلى 12، عمان 12 إلى 11، مأدبة 14 إلى 10، والبحر الميت 20 إلى 17. المنطقة الجنوبية الكرك 11 إلى 8، الطفيلة 11 إلى 8 أيضا، الشوبك 10 إلى 6، معان 14 إلى 8، والعقبة 21 إلى 13 مع فرصة لهطول سخات من الأمطار. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق أيضا فرصة لزخات من الأمطار 18 إلى 11، الصفائي طقس غائم 16 إلى 9، أرويشت 16 إلى 8. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.